انا تعبت كل شويه اقعد اعمل فطار للناس كلها. ايه يا مامي، انت عارفه ان انا بحب الفطار بتاعك قوي. طيب ماشي يا حبيبتي، بصي بقى انا عملت لك دونتس اللي انت بتحبيها والهوت شوكليت بتاعك، اوكي؟ كليهم بسرعه عشان اطلع انا اطبق الغسيل وانشره. الله، ماما عملت لي الفطار اللي انا بحبه. عايزه اكل دونتس وعايزه اكل كرواسون كمان. الله، عايزه ان انا اعمل ايه تاني؟ عايزه اشرب الهوت شوكليت. ايه ده اما بتعملي ايه في الفرن؟ انا قلتلك في التلاجة، اطلعي برا الفرن خالص. ايه ده يا مامي؟ معلش معلش، انا ما خدتش بالي، كنت فاكره ان ده الفرن. لا لا يا حبيبتي، خاطر عليكي جدا، ده الحبيب في الفرن، ابعدي عنه خالص. انا كنت بقولك في التلاجة بس. طيب ماشي يا مامي، اوكي مفيش مشكله، هستنى برضو الفطار بتاعك. تعالي بقى كمان، عملتلك الكاكاو وهي الدونتس اهي جاهزه، احطلك عليها صوص الشوكليت، تضطري انتي تاكليها على طول. الله، بجد يا مامي انا بحب اكلك قوي قوي قوي، وانا كمان بحبك جدا. بصي انا، ما تسالنيش اسئله كده غريبه. ليه يا مامي؟ كنت عايزه اعرف الفرن خاطر ليه؟ عشان خاطر بيبقى فيه نار سخنه وممكن تلسعنا ونتعور ساعتها. طيب خلاص يا مامي، انا لو كده مش هلمس خالص الفرن تاني. انا كان نفسي اكون اذكى من كده. ليه حاسه ان انا غبيه؟ كان نفسي اروح المدرسه. يا عيني، اما حست ان هي غبيه مع اني ما كانش قصدي، انا بس كنت عايزه افهمها. انا حاسه ان انا غبيه اوي. يا لو كنت طفل ذكي. بابا بابا، عايز اسالك سؤال. ايوه يا اما، صباح الخير يا حبيبتي. هو انا يا بابا طفله غبيه؟ لحسن ماما محسساني ان انا غبيه. لا يا حبيبتي طبعا، انتي طفلة ذكية جدا جدا جدا، ليه بتقولي على نفسك كده؟ طب امال ليه ماما محسساني ان انا غبية كده ومش عارفة افكر ولا اتصرف ولا اعمل اي حاجة؟ معلش، هي مامتك اكيد مش قصدها كده، اكيد بتشرح لك حاجة وانتي فهمتي غلط، اوكي؟ والواحد كل ما بيكبر كل ما بتكون دماغه اذكى. مفيش مشكلة يعني، كل حاجة تتعلميها، مستعجلة على ايه؟ طيب ماشي يا بابا، عندك حق صحيح، انا بعد كده هتعلم كل حاجة وهكون اذكى، ونفسي اكون الطفلة الذكية. طيب يلا يا حبيبتي، لما تروحي المدرسة بقى تتعلمي اكتر واكتر. نفسي اروح المدرسة من دلوقتي، واكون كمان في المدرسة الاعدادية مش في المدرسة الابتدائية، وهشوف هكون ذكية ازاي، وهخش مع الفصل وهتعلم كل حاجة معاهم بسرعة. طيب ماشي يا حبيبتي، المدرسين بتوعك مش هيوافقوا؟ لا انا هخش بطريقه ذكيه جدا، هكون بنت المستر والميس اللي هما هيولدوا، وهروح معاهم المدرسه الاعداديه وهتعلم كل حاجه. هتشوف يا بابا وماما كمان قد ايه انا ذكيه. ايه ده، الحقني، انا بولد يا مارتن، انا بولد. بقول لك ايه، دلوقتي انا عايزه اولد مراتي، مراتي بتولد بسرعه، عايزه الدكتور، عارفين المستشفى هنا. بصي انا عايزه ان انا بولد، ممكن بقى لو سمحتي تولديني؟ لو سمحتي. طيب حاضر حاضر، اتفضلي. طب حضرتك فوت العمليات عشان نجيب الدكتور وتولدي على طول. اتفضلوا اتفضلوا. ماشي اوكي، بس بسرعه لحسن احنا مستعجلين قوي، مراتي عايزه تولد. يلا بسرعة بسرعة، حسنا انا هموت من التعب، مش قادرة، عايزة اولد. يلا اقعدي بقى كده هنا، والدكتور زمانه جاي. فكرة التمرين اللي انا علمتها لك، ايوه اقعدي خدي نفس. بس النفس دي حاجة صعبة اوي. لا متاخديش نفس، خدي النفس بطريقة سهلة وخلاص. الدكتور جاي حالا، ثانية واحدة. لا احنا كده هنولد بقى هنا في المستشفى، دخلوني في اي اوضة بقولك. يعمل سونار على البيبي، اوكي البيبي بقى زي الفل، اوكي كده بقى البيبي تحفة، وهو دلوقتي ممكن ان هو يتولد، مفيش اي مشكلة. مستعدين ان انا ولدها؟ ايوه مستعدين يا دكتور، طلع لي بنتي بقى، طلع لي بنتي، انا عايزة اولد. ايه ده، هو اغمى عليه ولا ايه؟ ما تقلقيش ما تقلقيش، كل الرجالة بيغمى عليها في الولادة. ركزي بقى معانا دلوقتي عشان نولدك على طول. الله، مش قادرة اصدق ان انا جبت بنوتة اسمها اما، شكلها جميل قوي. الله، بحبك قوي يا بابا. ايه ده، دي بتتكلم كمان؟ ما كنتش فاكر ان انا بقول الطفلة بتتكلم كده على طول. ايوه يا بابا انا بتكلم وبعمل كل حاجة ممكن تتخيلها. اتفضلوا بنتوكوا اهي. شكرا جدا بجد، الله بنتنا شكلها امور قوي، ربنا يخليكوا لينا. ايه بنتي امورة اوي، الحمد لله اتولدت.
قال يا بابا انا عايزه اروح المدرسه، وعايزه اروح المدرسه الاعداديه، انا خدتك معايا بقى في المكتب بتاعي عشان تشوفي المكتب بتاعي. الله يا بابا، ده عندك كمبيوتر وعندك الفاكس. انا فاهمه الحاجات دي كلها. هاخدك بقى معايا الفصل عشان تشوفي مامتك وهي بتشرح، ايه رأيك بقى؟ ايه ده؟ الله، انا رحت المدرسه الابتدائيه، واو انا مبسوطه جدا، دي المدرسه بتاعتي. يعني بتقولي حاجة يا حبيبتي؟ لا، ما بقولش حاجه يا ماما. انا فاهمه كل اللي انت بتقوليه. طيب هشرح لك بقى شوية حساب عشان تفهمي اكتر، اوكي؟ طيب ماشي يا ماما. انا ما كنتش فاكر ان بنوتي هتطلع عبقرية اوي كده. ايه ده، دي عبقرية فعلا. اه فعلا، احنا كنا جايين نقدم لها في المدرسة الاعدادية عشان خاطر بنتي غريبة قوي، بتتكلم وكمان ذكية جدا وفاهمة كل حاجة بتاعت الابتدائية، فعايزين احنا ندخلها اعدادية. ايه ده، احنا اول مرة نشوف حالة زي كده، البنوت لسه مولودة وتفهم الحاجات دي كلها، غريبة قوي ان انتوا عايزين تقدموا لها في الاعدادية. طيب بس عامة هنمتحنها وهنشوف لو هتنفع ولا لا، ولو كده ندخلها في الاعدادية. ايه ده، دي فاهمة فعلا كل حاجة، المفروض ان احنا ندخلها المدرسة الاعدادية، دي غريبة جدا، الطفلة المعجزة. تعالى نوديها الفصل معاهم. انا مش قادره اصدق، انا فخوره جدا ببنتي، بقالها بس حبه اسابيع وكمان تخش المدرسه الاعداديه. واو، بنتنا عبقريه. تعالي بقى خشي اقعدي هنا بقى معايا في الحصة عشان افرجك على المدرسة الاعدادية واوريكي ازاي تقدري ان انتي تتعلمي فيها. ماشي اوكي، انا بحب جدا المدرسه الاعداديه وبحب كل حاجه فيها، وهتلاقيني شاطره جدا جدا جدا. طيب صباح الخير يا جماعة، في هنا عندنا عضو جديد في الفصل، الطفلة أما المعجزة، ذكية جدا فدخلناها معانا المدرسة الاعدادية من كتر ما هي عبقرية. هتتعلم معانا. ايه ده، ايه ده يا مستر، احنا هنجيب لنا بيبي ولا ايه؟ هو انت هتعلم بيبي بتاعك؟ اه هعلمها شوية، مفيش اي مشكلة يعني. انا فاهمه كل حاجه، ممكن تدي ان انت تشرح وانا هفهم معاك كل حاجه يا مستر. لا انا مش موافقه على فكره دي، هنجيب لها عرايس باربي دي ولا ايه عشان نعرف نذاكر؟ انا مش عايزه حد معانا، دي شبه اختي جدا اسمها اما، غريبة جدا ان يجيبوا لنا بيبي في الفصل يقولوا ان هو ذكي، دي حاجة فعلا غريبة قوي قوي قوي. اه فعلا حاجة غريبة جدا. يلا يا اما هادي بقى هنشرح دلوقتي حصة الانجليش. انا معاك يا مستر، شوف انت عايز تقولي وانا هتعلمه. ودي طلعت فعلا شاطرة قوي، بس مش هينفع احطها معايا في الفصل عشان هي بيبي. طيب خلاص ماشي يا مستر، انا ممكن اجي في وقت تاني عشان مفيش مكان هنا ناس قدي، ممكن اشوف بقى ناس قدي وخلاص. اوكي باي باي، انا انبسطت جدا، جيت حضرت كل المواد وخلاص قدرت افهم فعلا المواد الاعدادية، فانا بقيت مبسوطة من نفسي اوي اوي اوي.